لا واضح انه في حراك بس حراك مراوحه نتيجه الجمود الدولي اللي بعده قائم. <applause> هالحراك عنوانه الاساسي اللي بين هاليومين هو حركه حزب الله. نعم. <applause> لا. لانه في معطيات هلا بتبين خلال هالاسبوع بلشت تتجمع خاصه عند فريق الوزير جبران باسيل. وعند حتى القوات اللبنانية وعند بعض الجهات الدبلوماسية أن حزب الله أخذ القرار بإطلاق صافرة إيصال سليمان الفرنجية إلى رئاسة الجمهورية وأطلق العملية الفعلية لذلك المشكلة أنه عند هذه القوى اللي عندها هذا الانطباع تأدير أنه حزب الله وصل إلى هذا الحد لأن الوضع الأقليمي متوتر جدا إيران في داخلها لا تزال الاضطرابات قائمة في العراق وبعد شهرين أو أقل من شهرين على قيام حكومة السوداني وصلت الإيران إلى حائط مسدود السوداني بيّن وكأنه مصطفى قازم اثنين اللي صار بالبصرة على هامش كأس الخليج العربي كما سميه الحكم العراقي ما كان أبدا تفصيل في سوريا هناك تقارب سوري تركي مقلق لكل هالأسباب أوروبيا هناك انطلاق حملة في البرلمان الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري على لوائح الارهاب الاوروبيه وهناك تحضيرات ايرانيه للرد كل هذا المناخ عم بيخلي بهذه التقديرات الحزب متوجس من اي تطورات خارجيه بتكون ضاغطه اكثر لذلك اخذ القرار باطلاق العمليه النهائيه لايصال سليمان فرنجي ماذا يعني اطلاق العمليه النهائيه هل هي في يعني في في محاور في وفق عم برجع بقول لك تقديرات اللي مت مجمع عند هذه القوى رصدوا ثلاث محاور أه العمل على أه وليد جنبلاط أه يلي بلش ويلي المعلومات اذا بدك نرجع نحكي ما وصل لمطرح بس انما انما شكل انطلاقه شكل رساله الى جبران باسيل بشكل اساسي انه انت بتشوف جنبلاط نحن بنشوف جنبلاط انت عندك خيارات ونحن عندنا خيارات اثنين من بعد وليد جنبلاط هناك العمل بالقطعه على النواب السنه وثلاثه وهذا اللي اكثر شيء بين مقلق عند هذه القوى ويمكن هو اللي حتم الاجتماع بكره رصد محاوله لاستمالة بعض نواب جبران بسيل بالذات والتحضير للقاء كان مفترض بالايام المقبله بين بعض النواب المعارضين لبسيل من داخل تكتله وبين جهات وسيطه مع سليمان الفرنجيه فرصدت هالمحاور الثلاثه يلي بينت وكانه حزب الله اخذ القرار بمحاوله تسريع وتكثيف العمل لايصال سليمان الفرنجيه علما انه بالخارج الكل بيأكد انه بعد ما في اي تطور او اي تغير بالمواقف الخارجيه رح نشوف الخارج انطلاقا من الحديث عن لقاء الرباعي او الخماسي استاذ حسين ايوب الحركه الداخليه يعني عم نشوف اعتبر جان عزيز انه حزب الله اطلق الصافره يعني لقاء جنبلاط وحزب الله اذا اتى بطلب من حزب الله يعني اذا هو اطلق الصافره يعني هل هو عم ببادر لزيارة جنبلاط ولزيارة جبران باسيل بكرة يعني هون في اختلاف بالمعطيات يعني من يطلب لقاء الآخر الحزب أم الآخرين عم يطلبوا لقاء هلا برجع على موضوع المبادرة يعني بدي أحكي عن هذا الموضوع شوي هلا إذا ضل معنا وقت بس إنه عطفا على اطلق السفاره يعني وبعتقد حتى يمكن الاختلاف شوي مش 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 غلط يعني بل احيانا ممكن يكون ضروري اللي طلب اللقاء هو نائب وليد جملاط وعم لك بدي ارجع لاحكي عن المبادره لانه هاي اشكاليه هل حزب الله هو حزب مبادر ام هو حزب غير مبادر وانا عم بحكي على مجمل الملف السياسي الداخلي اللبناني اول لقاء طلبه وليد جملاط والمفارقه انه اللقاء طلبه وليد جملاط وبالبدايه اللقاء حدد انه هذا اللقاء هو جزء من مجموعه لقاءات بدوا يجريها هو والكتلة بلشت مع القوات وستشمل ومع جبران باسيل وستشمل قوى وأحزاب أخرى بالمجلس النيابي فإذا يعني المبادر هو ولي جملات باللقاء وكان ولي جملات العنصر المستجد أنه المرة, المرة الماضية باللقاء الأول حكي أنه تعوا نعمل نكسر الساتيك المراوحة بالبلد ونروح على رئيس آه، توافقي آه، لا انتم فيكم توصلوا خياركم ولا نحن المره الاضافه ضل على موقفه المره الاضافه النوعيه هي تقديم ثلاثه اسماء يعني طرح ولي ثلاثة أسماء خلال اللقاء مع وفد حزب الله اللي صاروا معروفين بالإعلام جهاد و... أزعور صلاح نين وقائد الجيش وقائد الجيش, الجيش.